إن موسى في الحديث الصحيح قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن موسى يقول لله بعد موته، موسى قال لله، قال أرنا أبانا آدم. فلك أن تتخيل إنه لما موسى قال لله أرنا أبانا آدم، ولله المثل الأعلى، لو أنت قلت لي أرني فلان أنا لا أعلم ماذا تريد، فبقول لك أيوه، فأنت تناولت الشام فضربته، فممكن أقول لك لا يا رجل أنا لو علمت أنك ستضربه ما أذنت لك به. إنما لما موسى قال لله أرنا أبانا آدم كان يعلم الله ما بعدها، طب اسمع ما بعدها، فأراه أبانا آدم، فقال له موسى اللي هو ابنه، نبي يكلم نبيا وأبوه، فقال له أنت أبونا آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته أخرجتنا وذريتك من الجنة خيبتنا. نعم، هذه يمكن أنا وياك ما بجرى أقولها ولا بدي أقولها، إن هذا موسى بعد موته، يعني بعد صلاحه، يعني نقصه شيء في الدنيا تم له بعد موته، وبعد الموت الإنسان يصلح زيادة. ولا نزعم أن نبيا في الأرض ينقصه شيء من الدين، فهو في موته وفي حياته سواء النبي. فبعد موته لما لقي أباه، مش هو لقي الخضر والخضر علمه قال له اصبر اصبر اصبر، 6 مرات علمه الصبر في الصفحتين. بعد كل هالتعليم لما لقي أباه وآدم سمعه كلام. طبعا هذا حبيب الله موسى وحبيبنا، وهذا ليس عيبا فيه. ليه؟ هذا ليس عيبا في موسى، هذا الله من كامل أمره أسمعنا هذا، فهذا ليس عيبا في موسى أبدا عليه الصلاة والسلام.